نحييكم أجمل تحية مشاهدينا الكرام، مشاهدين تلفزيون دولة الكويت في هذه الحلقة المميزة من برنامج قواهم الله. قواهم الله لكل العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة والذين يعملون على خدمة المجتمع وتنميته. في كل حلقة نقوم بزيارة إحدى هذه الجهات الحكومية وسنعمل على تسليط الضوء لبيان جهود العاملين فيها، ونقول لهم قواهم الله. مثل ما قلت لكم مشاهدينا الكرام، راح تكون اليوم حلقتنا مميزة في برنامج قواهم الله. راح نكون اليوم في أحد الكليات اللي نفتخر فيها، وهي كلية طب الأسنان التابعة لمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت. نقول بارك الله فيهم على الجهود الكبيرة اللي قاعدين يقومون فيها الإخوان من دكاترة ومن اختصاصيين ومن فنيين ومن أساتذة متواجدين في كلية طب الأسنان، ونقول بارك الله فيهم. اليوم لما ناخذكم بجولة في برنامج قواهم الله ونبين الجهد الكبير اللي قاعدين يقومون فيه في تعليم وتدريب أبنائنا الطلبة والطالبات في كلية طب الأسنان. راح ناخذكم كذلك في أحد القاعات وكذلك المختبرات، ونبين الجودة اللي موجودة هنا من ناحية الأجهزة الطبية اللي قاعدين يستخدمونها. خليكم معنا مع برنامج قواهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين. بالنسبة لكلية طب الأسنان في جامعة الكويت، أنشئت على المرسوم الصادر بتاريخ 28/5/1996، وبدأت الدراسة فعليا في عام 1998 كأول دفعة. النظام في كلية طب الأسنان، طبعا الرؤية أن كلية طب الأسنان في جامعة الكويت تكون مركز إقليمي متميز في تعليم طب الأسنان والأبحاث والتدريب الكلينيكي، وهذا ما نطمح عليه، لنخرج كوكبة من أطباء الأسنان قادرين على أو على أعلى المستويات العالمية. مثل ما قلت، في أول دفعة كان دخولها في أو بدأت الدراسة فيها في 1998، وتخرجت في سنة 2004-2005، العام الدراسي 2004-2005. ولله الحمد توالت المخرجات الكلية، وفضل من الله احنا استطعنا ان نخرج الى الان 15 دفعة، ولله الحمد اطباء اسنان على مستوى عالي من الجودة والكفاءة بشهادة رؤساء العمل او سوق العمل. بالنسبة للنظام الدراسة في كلية طب الاسنان، هي يعتمد على نظام دراسي ويمتد لمدة 7 سنوات. إذا جاز للتعبير هو نظام دراسي مهجن، يعني من حيث النوعية والمكان. ففي أول 4 سنوات طالب الطب الأسنان يتم تدريسه عن طريق كلية الطب البشري، فيلتحق في كلية الطب البشري لمدة 4 سنوات مع طلاب كلية الطب البشري، ويتخرج في بشهادة العلوم الطبية الأساسية، بشهادة البكالوريوس. شهادة البكالوريوس للعلوم الطبية الأساسية هذه متطلب علشان طالب طب الأسنان يكمل في 3 سنوات الأخيرة في التدريب الكلينيكي اللي يمتد من السنة 5 و6 و7، ويتخرج بدرجة دكتور في طب الأسنان أو DMD. بالنسبة لهذه يعني السنوات، طبعا عماد القبول والتسجيل هي المعنية، العمادة المعنية في قبول الطلبة. شروطنا أن الطالب يحصل على معدل من الثانوية العامة أعلى من 85%. طبعا هذا مو كافي، لأن بسبب يعني بسبب طبعا الرغبة الكبيرة في دراسة طب الأسنان والأعداد الكبيرة اللي تتقدم لنا، فطبعا في مثل ما تقول الامتحانات القدرات، هذا الامتحانات القدرات تاخذ 65% من المعدل الثانوية العامة، بالإضافة إلى امتحان قدرات في الكيمياء والإنجليزي. والطالب يعني لازم يتفوق، فمعدل الدخول الجامعة
أو كل طب أسنان يعني بعد المعدل أو امتحان قدرات من 94% حسب الإحصائيات اللي سوي عملناها في آخر 5 سنوات. فحاليا بدينا الخطة من سنتين وبدينا في خط يعني خطوات فعلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي من كودا أو منظمة الأمريكية للاعتماد الأكاديمي، وهي منبثقة من الأمريكان دنتال أسوسيشن، جمعية أطباء الأسنان الأمريكية، وهي جمعية غير ربحية والهدف منها للحصول على الاعتماد الأكاديمي. كذلك من الأهداف والرؤية المستقبلية، إحنا ما زلنا undergraduate school يعني بس على شهادة البكالوريوس. استطعنا ولله الحمد في آخر 3 سنوات أن نقدم برنامجين للماجستير يعني الدراسات العليا، واحد في مواد طب الأسنان والثاني في الميكروبيولوجي للفم، وهذه في سنة الثالثة ولله الحمد العمل على قدم وساق وخرجنا مجموعة من الطلبة حاملين شهادة الماجستير. هناك طبعا خطط لاستحداث برامج ماجستير إكلينيكي، فهذا الموضوع طبعا من الأهمية اللي احنا قاعد نبذل مجهودنا للحصول واستحداث هذه البرامج لطب الأسنان الكلينيكي. في الوقت الحاضر أيضا قاعد نحرص على التخطيط المستقبلي للانتقال إلى جامعة صباح السالم بشدادية، وهذا موضوع طبعا في قيد الدراسة. نطمح إلى زيارة عدد طلبة، لأن مثل ما سبق وقلت طب الأسنان أو مرض أو كلية طب الأسنان من الكليات المرغوبة، وللأسف بسبب محدودية المكان القبول عندنا لعدد صغير مقارنة باللي يتم قبوله في أقراننا من الكليات، وذلك لأن طبيعة الدراسة في طب الأسنان أنت تقريبا في صرح أكاديمي زائد صرح طبي، يعني يتم طلبة تدريبهم على التلقي يعني التأهيل الأكاديمي والتأهيل الكلينيكي، يعني الطالب نفسه هو طبيب أسنان تحت التدريب، عنده عيادته الخاصة، عنده سيستراته، عنده الريسبشن يعني اللي ينظمون مواعيده، ومع طبعا الإشراف المباشر. فإحنا لله الحمد بسبب صقر أو محدودية الرقم الطالب يتلقى التعليم مكثف، يعني احنا بالله الحمد تقريبا عندنا الستاندر العالمي، وهذا ما يميزنا نسبة الطالب او نسبة المدرس للطالب، يعني بالنسبة لي 1 إلى 3 عندنا دكتور يشرف على 3 ماكسيموم 5 في كل العالم، اقل نسبة من 1 إلى 8، وهذا ما يميزنا. فالطالب يحصل على يعني تدريب مكثف almost 1-to-1، وهذا طبعا يصب في مصلحة الطالب وتأهيله وأن يسد النقصي ويعني التدريب المباشر، لأن بالتالي الطالب يعني يعد يكون دكتور أسنان وتحت إيده مريض لازم يعني يجتهد في علاجه وكذلك يجتهد في تحصيله العلمي والكلينيكي. في ختام أشكر تلفزيون الكويت القناة الأولى برنامج جواهم الله على حرصهم لتغطية فعاليات كلية طب الأسنان بجامعة الكويت، وهذا يدل على الحرص يعني القيادة العليا لاستمرارية بروز كلية طب الأسنان في المستوى والمحافظة على مستواها الجيد. بالنسبة لأعداد الطلبة هذا العام قبلنا تقريبا 33 طالب وطالبة من نخبة خريجي ثانوية بالقسم العلمي. احنا نظام السنوات عندنا تقريبا 7 سنوات، منهم 4 سنوات بالطب البشري و3 سنوات في التدريب الكلينيكي والمختبري في كلية طب الأسنان. بالنسبة لخطة التنمية اللي هي رؤية الكويت جديدة في 2035، يهمنا احنا في كلية طب الأسنان تقريبا بندين اللي هما بند عن التعليم وبند الصحة. بالنسبة للتعليم هناك يعني اتخذت الكلية كبند تطوير المناهج الدراسية، احنا عندنا منهج اللي نتبعه في كلية طب الأسنان منهج فريد
ما في مثله بالعالم. احنا هني اتبعنا المدرستين، المدرسه الامريكيه والمدرسه البريطانيه. المنهج عباره عن 7 سنوات مثل ما قلت سابقا. الاول 4 سنين يكون كلها في الطب البشري، يتخرج الطالب منها في بكالوريوس علوم طبيه. الـ3 سنوات الثانيه يكون عندنا في كليه طب الاسنان، يكون فيها الطالب يتدرب اول سنه على المختبرات وعلى التدريب المختبري، والسنتين الاخيرتين يكونون فيهم التدريب على العيادات مع المرضى، يعني actual patients. يتخرج الطالب مع نفس ما قلت شهادتين، بكالوريوس علوم الطبيه، ويكون بعد 7 سنوات اخذ شهاده دكتور في طب الاسنان. بالنسبة للخدمات الصحية، البند الثاني من نظرة الكويت الجديدة 2035، احنا يعني ندرس الطلبة بعد بنفس الشيء، ان 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 تحسين وجودة الخدمات الصحية، وبنفس الوقت احنا نركز على الوقاية خاصة بالأسنان. يعني احنا يعني عندنا مبدأ ان الوقاية خير من العلاج، وهي هذه توفر على الدولة مبالغ يعني اذا انا اصرف عليه في المدرسه وبالهايجين وبالانستراكشنز وبالعنايه البسيطه اللي ما تكلف الدوله حيل، اتفادى ان تصير عنده حالات اسوء، وبعدين تضطر الدوله ان تدفع المبالغ باهظه بس على اساس تسوي المشاكل اللي صارت اللي نقدر احنا كنا نتفاداها. بالنسبه لهذا التطوير، يعني احنا ما شاء الله يعني خريجينا الحين اقدر اقول احنا عندنا في كليه طب الاسنان اللي يدرسون بالعيادات تقريبا الاغلبيه هم اصلا كانوا خريجين بالنسبه لخطه البعثات. احنا ندزهم طبعا نركز على امريكا، يعني تقريبا نفس السيستم اللي احنا ماشيين عليه. وسو فار الحمد لله، يعني اعتقد اللي يدرسون بالعيادات اغلبهم خريجين جامعه الكويت اللي راحوا تخصصوا في جامعات امريكيه وردوا. في قسمي انا بالضبط تقريبا الاغلبيه كانوا اصلا طلبتنا قبل، فهذا الحمد لله، يعني we are proud to have them as a joint colleagues. مشاهدينا، اولى جولاتنا راح تكون في كلية طب الاسنان من خلال التوجيه والارشاد. هذا القسم يهتم بشؤون الطلبة من سنة أولى إلى حين تخرجهم سنة سابعة، ونقول الله يعطيهم العافية. يتابعون حالتهم الدراسية، ويتابعون الغياب، ويتابعون الإنذارات إذا كانت عليهم، ويتابعون حالتهم مثل ما قلت لكم من بداية سنة أولى إلى حين تخرجهم سنة سابعة. عشان نتكلم أكثر وأكثر ونبين قسم التوجيه والإرشاد وشؤون الطلبة في كلية طب الأسنان، خلوكم معنا، خلونا نروح. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التوجيه الإرشاد أول ما يعني طلبة الثانوية العامة يتم قبولهم في جامعة الكويت، يبعثوا لنا بأسماء الطلبة المقبولين. هذيل الطلبة المقبولين يتم تسجيلهم من قبل عمادة القبول والتسجيل. بعدها يبون لنا الكشوف فيها كل الأسماء الطلبة المقبولين، وبعدها يبدي الدوام الجامعي. أول ما نبدأ إحنا نعطي يأخذون لقاء تنويري من عندنا، نعطيهم كل القوانين واللوائح اللي اللوائح والقوانين اللي المفروض يعرفونها. بعدها يبدون يعني دوامهم. أما خصوص ثانية إلى سابعة، إحنا طبعاً نظام السنوات عندنا من سنة أولى لسنة سابعة. 4 سنين الأولى يكونون مع يعني يكون المواد مشتركة بيننا وبين كلية الطب. بعدها يأخذون
شهادة اللي هي بكالوريوس في العلوم الطبية الأساسية في الأسنان. بعدها يدخلون عاد من سنة خامسة لسابعة مواد الأسنان اللي هي سنة خامسة وسادسة وسابعة، فيكونون كلهم المواد كلها كاملة يعني بالعيادات، يكون الطالب أصلاً يعني مسؤول عن مرضى فايلات لهم. بالنسبة إلى تسجيل سنة أولى يتم تسجيلهم من قبل العمادة فقط أول كورس، بعدها الكورس الثاني يبدون عد مثل باقي الطلبة اللي هما من ثانية لسابعة تسجيل المواد عندنا نظام، طبعاً السيستم نظام الأوريكل. إحنا بالنسبة حق سنة أولى في اللقاء التنويري نشرح لهم كافة اللوائح والقوانين والأمور هذه كلها، ومنها الغياب والحضور وفي أي شيء حصل لهم، فهم خلاص يكونون من سنة أولى يبدون معانا لما يتخرجون عارفين. نعطيهم طبعاً هاند بوك كتاب يشرحون فيه كل القوانين اللي لهم واللي عليهم، فطبعاً الطريقة اللي هو معرفة إنذاراتهم يعني عبارة عن كل كورس بكورسة، كل مادة بمادتها، يومياً إنذارات الطلبة بحضورهم وغيابهم، ويتم إحنا في حالة يعني عندها إنذار نبلغها عن طريق تليفون أو عن طريق الرب، لأن إحنا عندنا كل دفعة فيها مسؤول عن باقي الطلبة يعني. بالبداية في بداية كل سنة دراسية الكلية تسوي لقاء تنويري للطلبة المقبولين الجدد، نتكلم فيه بإسهاب عن طبيعة الدراسة في الكلية والمواد اللي يأخذونها في كل سنة دراسية، بالإضافة إلى اللوائح والقوانين والسلوكيات اللي تهزمون فيها في الكلية. هذه بداية سنة دراسية. بعدها نقوم في عملية تسجيل الطلبة في تسجيلهم المواد، وهي العملية تقوم العملية تصير بشكل إسهاب هنا بالكلية بشكل سلس. وبالإضافة إلى الشغلات اللي إحنا نسويها للطلبة، نعطيهم الإنذارات في حال اجتازوا ساعات معينة، نعطيهم إنذار إنه وقفوا لا تزيدون عن هذه الإنذارات أساس ما يصير في حالة من حالات الفصل بالكلية. في حال تعثر الطالب دراسيا نستدعي الطالب نكلمه بهالموضوع، وبعدين شكل لجنة مكونة من مكتب التوجيه والإرشاد والعميد المساعد للشؤون الطلابية والأكاديمية والعميد الكلية، نجتمع ونتكلم عن حالة الطالب، وبعدها نقرر يتم أنه هو راح ينفصل أو راح يتم الكلية. هذه الطريقة. مشاهدينا، أولى جولاتنا راح تكون في كلية طب الأسنان، راح نكون في هذا المختبر واللي يقومون بتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الأسنان وعلاجات الأسنان وجميع العلاجات اللي يشوفها والجراحات البسيطة للأسنان. يقومون بتدريب الطلبة من سنة خامسة وسادسة وسابعة، ويعطونهم التدريبات اللازمة لعلاجات طبعاً الأسنان والجراحات اللي نشوفها بأحدث الأجهزة الموجودة في مختبرات كلية الطب الأسنان. قول الله يعطيهم العافية. طبعاً إحنا كلية طب الأسنان عدد سنوات الدراسة 7 سنين، إحنا نشوفهم أز كلية طب أسنان من سنة خامسة، يعني أول 4 سنين يكونون مع كلية الطب مع الطب البشري، 4 سنين يتخرجون عندهم بكالوريوس العلوم الطبية، بعدين نبدأ إحنا عاد نشوفهم كلية طب الأسنان خامسة وسادسة وسابعة اللي هي 3 سنين،
هذه الطلبة اللي عندنا باللاب هم سنة سادسة. سنة سادسة شوية سنة شوية صعبة لأن عندهم مختبر مثل ما احنا شايفين، يتعلمون على الدمي اللي هو البلاستيك، بعدين عندهم هم سكشن من دراستهم يروحون العيادات ويشوفون المرضى ملوتهم، فعندهم نوعين مختبرات وعملي. الأجهزة كلها أجهزة حديثة، everything is computerized، يعني كل كرسي من اللي قاعد تشوفهم موجودين مونيتور، في مونيتور ممكن احنا نشرح على المونيتور الدرس العملي وبعدين الطالب يقدر يشوفه، يعني ما في داعي الطالب يتكدس حواليني وانا اشرح الدرس العملي اللي قاعد اسويه، مجرد ان الطالب يقعد ويشوف المونيتور ويكون كل شيء واضح قدامه من غير ما هو يعني تستراجل انه يشوف الدرس العملي اللي قاعد يسويه. بلس ان احنا عندنا شيء اسمه فانتوم هيد، الفانتوم هيد هذا كانه مريض ريبريزنتنج، كانه هو المريض صجي قاعد. طبعا الطالب يقدر يحط البوزيشن اللي يبيه ويقدر تو ادجست، والاسنان طبعا بلاستيك بس نفس شكل الاسنان الطبيعيه. يعني المواد اللي نستخدمها هي نفسها المواد اللي نستخدمها في العياده، هي نفسها اللي تشوفونها الناس في المستشفيات، ما تختلف شيء. طبعا عليها الصلاحيات كلها، نستخدم في هالمختبر هذا بالذات يعني نستخدم الحشوات اللي هي الحشوات اللي نفس لون الأسنان الطبيعية، اللي هي الحشوات البلاستيك نفس لون الضرس، وعندنا وايت شيدز طبعا، وعندنا الحشوات اللي هي السيلفر اللي هي الحشوات الفضية، هذه هم نستخدمها في هالمختبر لأن كل واحد له طريقته غير ولا طريقة ايسوليشن غير وكل هالأشياء هذه. هم ثلاث سنوات، سنة خامسة وسادسة هي اللي فيها المختبرات، يعني تقريبا معظم المختبرات تكون بين السنة الخامسة والسادسة، السابعة عندهم مختبر واحد بس مو on a weekly base. المختبر هذا مثل ما قلت لك المختبرات اللي هي تصير حق الحشوات التجميلية، في عندنا مختبر ثاني اللي هو حق التيجان والجسور، هذه مادة ثانية، في مختبر ثاني حق أقنية الجذور، في هم مختبرات اللي هي حق التركيبات المتحركة، كل واحد عنده lecture اللي هي محاضرة ومختبر، لكتشر ومختبر، اللكتشر ساعة والمختبر ثلاث ساعات. أقول حق الطلبة شدوا حيلكم أول شيء، أنتوا representing كليتنا، كلية طب الأسنان جامعة الكويت، كل واحد سفير حق هالكلية وإحنا قاعدين نتعب عليهم كدكاترة، وهم طبعاً تعبانين على نفسهم طبعاً، يعطيهم ألف عافية، بس كل واحد يفكر أنه هو سفير حق هالمكان حق جامعة الكويت. احنا قاعد نسوي نبذل جهدنا وهم ان شاء الله هم راح يبذلون جهدهم وان شاء الله يكونون صوره مشرفه يعني لنا. مشاهدينا ما زالت جولتنا مستمرة في كلية طب الأسنان، وصلنا الحين إلى أحد القاعات التدريسية، ونقول الله يعطيهم العافية للدكاترة والأساتذة اللي يقومون بتدريس الطلبة في هذه القاعات. طبعا يقومون بتدريسهم على أحدث المناهج وأحدث الأساليب التعليمية والتدريسية، وخاصة لتخصص الفم والأسنان، ونقول بارك الله فيهم. خلونا نبين الدور التعليمي والتدريسي في كلية طب الأسنان، خلوكم معنا. طبيعة عملنا المقوم فيها كأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أنه ندرب الطلاب، نعطيهم محاضرات ونأهلهم نظرياً وعملياً للمستقبل فيما بعد. فالطالب عندنا بيجي بعد دراسة أربع سنوات في كلية الطب، يدرس جنباً إلى جمع طلاب كلية الطب، بعدها بحصل على بكالوريوس في طب أسنان في العلوم الطبية، بعدين فيما بعد ثلاث سنوات بقضيها الطالب معانا في كلية طب الأسنان. خلال هذه الفترة من حضر الطالب لما بعد كلية طب الأسنان لما المستقبل إن شاء الله يصير طبيب أسنان، فطالب خلال تواجده معنا يحصل على محاضرات،
يتم تجهيزه بالخبرات اللي محتاجها والمهارات، وذلك يتم من خلال المختبرات الموجودة عندنا اللي هي مطورة جدا وعلى أحدث الأساليب، وتشمل على نماذج وقوالب للفم والأسنان يقوم خلالها الطالب بالتدرب على كيفية توفير العلاج لجميع الأمرضى سواء كانوا أطفال أو كبار، وبعد هذا نستقبلهم في عيادات كلية طب الأسنان، وخلال هذه الفترة يتم تطبيق اللي تعلموه خلال النظري والعملي على المرضى، وكل هذا تحت إشراف أخصائيين مختلف التخصصات في جامعة الكويت أطباء أسنان، ومساعدة من زملائنا في القطاع الخاص ووزارة الصحة. فخلال هذه الفترة كل هذا الإشراف والمراقبة يتم خلاله الهدف منه أنه صقل المهارات عند الطالب وإعطائه الفيدباك أنه كيف يحسن المهارات فيكون على استعداد للحياة ما بعد كلية طب الأسنان. الطريقة التقليدية اللي كانت موجودة زمان حاليا غير كافية لتدريب الطالب العصر اللي احنا فيه هذا، فحاليا الطالب لا يكتفي بالمحاضرة، فموجود حاليا عندنا موجودة المحاضرة كجزء وركن أساسي من التعليم، ولكن طب الأسنان له خصوصية، والخصوصية أنه المحاضرة غير كافية أنك توصل الفكرة والعلم للطالب، فلا لابد أنه يكون في أشياء ملاصقة ومرافقة لهذا. ومن ضمنها مثلا الشيء الحديث اللي صار ما كان زمان موجود، أنه الطالب لازم يكون مطلع على كل الأبحاث اللي موجودة حاليا في تخصص طب الأسنان، فعشان يعرف هل هو الجزء اللي قاعد بيطبقه أو بنفذه للمرضى الخصوصين فيه، هل هو هذا يواكب أحدث اللي موجود في العالم ولا فقط موجود في مناطق معينة، وهل مناسب عندنا نستثمر فيه ولا لا. فهذا كله يتم ليس فقط في قاعة محاضرات تقليدية، يتم هذا في مختبرات في العيادات، لأن عملية التدريب والتعليم حاليا عملية مستمرة لا تتوقف بوجود الطالب في المحاضرة وبعد خروجه خلاص انتهى الموضوع، لا تستمر وعبارة عن شغل يومي يقوم فيه. ومن ضمن الأشياء كمان اللي حاليا مثلا عندنا الكلية توفرها ما بتوفرها أماكن ثانية كثير، الطالب بتعلم أساسيات وأساليب وأخلاقيات العمل البحثي، وخلال هذا بتعلم أسلوب كيف يبحث عن مواضيع معينة مهمة جدا لأطباء الأسنان، بيقوم كذلك ببحثها وأداء بحث يؤدي في نهايته في معظم الأحوال إلى نشره في مجلات عالمية محكمة، وهذا باعتبار شيء مميز يعني بجامعة الكويت. طب الأسنان تدريسياً ومهنةً ليس بشيء سهل، وطلابنا اللي بنحصل عليهم اللي بيجونا في كلية طب الأسنان مميزين جداً ويعني فائقين، حتى يكاد يكون أكثر من فائقين، بتعبوا كثير معنا، مجهودهم كبير، وخلال تواجدهم معنا بيشعروا بضغط نفسي كبير، لأنه من مراحل متقدمة بشعر أنه يوم الأيام راح يكون طبيب أسنان مطلوب منه يؤدي خدمة إنسانية لمرضى كثير، مطلوب منه يعتني بدقة التفاصيل، فالضغط النفسي اللي بيكون عليه خلال تواجده معنا بيكون كبير. بس هذه طبيعة المهنة، وهذه جزء من المشوار اللي لازم يستمروا فيه. كل مطلوب منهم أنه في دائما مجال للراحة والاستجمام، كل مطلوب منك انك كطالب انك تنظم الدراسة مع الحياة الاجتماعية مع الحياة العائلية عشان تقدر تمر بالفترة هذه اللي تعتبرها صعبة، يكون في عندك دعم من الأهل ودعم من الأصدقاء، والله يوفقهم ويستاهلوا كل خير. وصلنا معاكم للختام مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج قواهم الله، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معنا من حلقة هذا اليوم. بينا لكم الجهد الكبير اللي قاعدين يقومون فيه من كادر طبي وتدريسي وتعليمي موجود في كلية طب الأسنان، والبارك الله فيهم. بينا أنواع العلاجات اللي قاعدين يقدمونها للطلبة والطالبات، وكذلك الأجهزة اللي موجودة في كلية طب الأسنان. قول الله يعطيهم العافية، وكل شكر لكم على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج قواهم الله. مع السلامة.